النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. ساهمت شركة ألمنيوم البحرين ألبا بوحدة روبوتية لأغراض التعليم والتدريب للمسار الهندسي بمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، وذلك لدعم جهود المركز في تعدد أوجه التطبيقات العملية المباشرة للطلاب في مجال العمليات الروبوتية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ألبا علي البقالي إنهم يسعدهم التعاون مع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني من خلال تزويد الطلاب بفرصة لاكتساب الخبرة العملية في مجالات تصميم الروبوتات وبرمجتها وتشغيلها. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي إنهم يفتخرون بالتعاون والشراكة الفعالة التي تجمع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني وشركة ألمنيوم البحرين ألبا، والتي تشمل مساهمات ومشاريع متعددة الأوجه، منها ما هو على مستوى التقنيات الذكية وحلول الذكاء الاصطناعي المقدمة من قبل ذراع البحوث والتطوير للمركز إلى ألبا. ومن جانب آخر دعم شركة ألبا المستمر لرؤية المركز ورسالته في تمكين الشباب البحريني من مهارات الصناعة. ويذكر أن الوحدة الروبوتية التي ساهمت بها شركة ألبا كانت قيد الاستخدام في مسبك الشركة رقم 2 لصف وتجميع حزم المنتجات النهائية لأكثر من عقد من الزمن قبل أن تستبدل بنسخة جديدة من هذه الوحدة. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم التغطية لإصدار رقم 116 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهرا تبدأ في 23 من مايو 2024 وتنتهي في 22 من مايو 2025. كما يبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6.18%، وقد بلغ معدل سعر الخصم 94.211%، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 94.1450%، علما أنه قد تم التغطية الإصدار بنسبة 142%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته ملياران و 110 ملايين دينار بحريني. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. شهد اليوم الأول من مؤتمر مستقبل الطيران 2024 في المملكة العربية السعودية الإعلان عن 47 مذكرة تفاهم واتفاقية وصفقة بقيمة 19 مليار دولار، شملت خدمات الطيران وأوامر شراء طائرات والشحن والخدمات اللوجستية والتنقل الجوي المتقدم وتنمية الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى اتفاقيات تتعلق بالصيانة والإصلاح والتجديد. قررت شركة مايكروسوفت إطلاق فئة جديدة من الحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تحت اسم كوبايلوت بلس، وستحتوي الحواسيب الجديدة على مجموعة من المزايا الحصرية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وهي مزايا متقدمة ومدمجة في نظام ويندوز 11 على نحو افتراضي. وتأمل مايكروسوفت في تجارب ذكاء اصطناعي جديدة وحصرية لأجهزة كوبايلوت بلس، منها ميزة الاستدعاء الفوري التي تمكن المستخدمين من استرجاع أي شيء بمجرد البحث عنه، والتعرف البصري والسياقي، والترجمات التلقائية على الشاشة وغيرها. والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.